المركز الإسلامي في نيو جيرسي. كان قريب من السكن يعني 700 متر، فجيتهم ماشي. فرصة قلنا فرصة نشوف فينا ايه الوضع ونصلي ده المركز. المركز الإسلامي مش عارف، فاضل 25 دقيقة ونص ساعة ولسه محدش جه، ونشوف ربنا ييسر. في مطار فيينا دولي استراليا، بس هنا لاحظت حاجة جميلة مش موجودة في مطارات كتير بره. فوجئت هنا ان في رمز كده للصلاة، فاستغربت ورحت دورت عليه ومشيت مع الرمز زي ما احنا شايفين كده. لقيت فعلا مسجد صغير كده او مصلى صغير. يعني هنا المطار هو المنتهى، مطار فيينا. وده في الشارع بره. وهنا هنخش نشوف يعني هنا كاتبين، بس في شيء غريب شايفه هنا. كاتبين هنا علي، مش فاهم ليه، يعني ايه علي؟ ما علاقة الإسلام بعلي رضي الله عنه؟ مين فهمهم ان الإسلام علي؟ فين الله؟ فين محمد؟ رمز غريب، بس في مصليات وعلامة الصلاة تجاه القبلة، شيء جميل، والناس بتصلي في هدوء وبتطلع، يعني منظر جميل. وفي فعلا مكان هنا هو المصلى وكراسي للناس اللي تعبانه. ده مسجد طبعا، الله محمد لا اله الا الله. طبعا كنا شفنا مسجد زي ده في فيينا، في مطار فيينا، مكتوب عليه الله وعلي. طبعا حد شيعي هو اللي عمله. Out of respect for this place for prayer and meditation, please observe the following rules: no eating, drinking or sleeping twice. بس فين بقى الوضوء بقى؟ بصراحة أنا فينا في أمريكا شفت ناس كتير أمريكان بيصلوا لما المسلمين، يعني زي الأخ ده كده، وبالذات اللي أكثرهم السمر هنا. مش عارف فين دورات المياه.